في زمان غير هذا الزمان ومكان بعيد عن هذا المكان، بعث الله عز وجل نبيا إلى قوم عبدوا النجوم والكواكب، وآخرين عبدوا الحجر والصور، بل عبدوا ملكا من بني البشر كان أعتى ملوك الأرض وأكثرهم استكبارا، فقد ادعى الألوهية من دون الله سبحانه وتعالى. إن هذا النبي الكريم قدوة دعاة الإصلاح وأيقونة الصبر والتضحيات العظام، الذي اتفق عليه أهل الشرائع السماوية جميعا، وإليه تنتسب الشرائع الكتابية أو الإبراهيمية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام. نعم، إنه أبو الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما قصته عليه السلام؟ وكيف كان يدعو هذه الأقوام إلى الله تعالى؟ وكيف أحرقوا نبيهم وألقوه في النار؟ وكيف أنجاه الله عز وجل منهم ومن كيدهم؟ ومن الملك الطاغية النمرود؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في هذه الحلقة من قناة نفحة. لكن قبل أن نبدأ مشاهدين الكرام، نرجو أن تدعمونا بالإعجاب والاشتراك في القناة حتى نتمكن من إكمال هذه السلسلة، ولا تنسى تفعيل زر الجرس حتى تصلك جميع الحلقات فور صدورها إن شاء الله. هيا بنا لنعرف القصة. ما أطول رحلة نبي الله وخليله أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هي رحلة بدأها من بلاد ما بين النهرين، وبعدما ثبته الله عز وجل في ابتلاء مواجهة قومه المشركين ومن ورائهم طاغيتهم النمرود، عندما واجه ضلالاتهم بمنطقه وشجاعته وحكمته، ثم حطم بيديه أصنامهم في معابدهم، وعندما أراد قومه إحراقه بنار كبرى سلم أمره لله عز وجل راضيا بحكمه وبأي شيء قد يصيبه في سبيل حبيبه الأوحد رب العالمين سبحانه وتعالى. أجل، كان مستعدا بأن يحترق في جوف تلك النار التي كان منظرها وزفير لهيبها يبعث الرعب والخوف في النفوس، فكيف بأن يلقى المرء في جوفها؟ ولكن الله عز وجل كافأه على هذا الثبات بأن أنجاه من تلك النار، ثم قربه ليكون له خليلا وحبيبا، وجعله للناس إماما وهاديا. فكان إمام التوحيد، جاب في سبيل نشر كلمته البلاد، زارعا بذور التوحيد بين الأمم والشعوب. أجل، لقد وثق إبراهيم عليه السلام في رحمة ربه جل جلاله وبأنه الوحي الذي سيهديه، فهداه الله عز وجل خير هداية. كيف بدأت قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ حتى نعرف تفاصيل القصة علينا أن نذهب إلى زمان غير هذا الزمان ومكان بعيد عن هذا المكان، وبالتحديد بعد موت نبي الله صالح عليه السلام، ونسي الناس دعوته، وبعدها بدأ الشرك ينتشر في الأرض مرة أخرى، فانقسم الناس إلى فئات ثلاث: عبدة النجوم والكواكب، وعبدة الأصنام والتماثيل، وعبدة الملوك والحكام. ومن هؤلاء الملوك الطغاة الذين نصبوا أنفسهم آلهة من دون الله عز وجل ملك بابل يدعى النمرود بن كنعان، وهو واحد من أعتى ملوك الأرض وأكثرهم استكبارا، إذ ادعى الألوهية من دون الله تعالى، وكان ملكه قد أحاط بمشارق الأرض ومغاربها، كما قيل إنه أول من وضع التاج على رأسه، وهو أول الملوك الأربعة الذين حكموا الأرض وذكروا في القرآن الكريم. قيل كان ملكه 400 سنة، فطغى وتجبر وعتى وآثر الحياة الدنيا. وفي إحدى الليالي رأى النمرود في منامه رؤية بأنه قد طلع كوكب في السماء، فغطى ضوء الشمس حتى لم يبق ضوء، فجمع الكهنة والمنجمين، فقالوا في تأويل رؤياه إنه سيولد ولد في بابل يكون هلاكك على يديه. فأمر النمرود بذبح كل غلام يولد في تلك السنة، فحدث ذلك إلا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه رغم أنه ولد في نفس السنة إلا أن أمه لم تظهر آثار الحمل، أو لم تظهر عليها آثار الحمل،
ولما حان موعد الولادة ذهبت أمه به إلى مغارة فولدت إبراهيم وأرضعته وتركته في تلك المغارة وكانت ترقبه بين الحين والآخر. ومما قيل أنه كان يشب في اليوم ما يشب غيره في شهره، وكان عقله مضيئا منذ صغره عليه السلام. فلما رأى الناس يعبدون غير الله عز وجل لم يرضى بذلك، ولم يسجد للأصنام يوما عليه السلام، بل تنقص أعمالهم وأصنامهم وتنقص منها وأنكر على قومه عبادتها. فقد ألهم الله عز وجل هذا الفتى التوحيد والإيمان، وآتاه رشده في صغره وحكمته، وابتعثه رسولا إلى الناس. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وكل من كان على وجه الأرض يومها كانوا كفارا سوى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قيل إن الله عز وجل قال عنه أنه أمة، وإن أول من بدأ إبراهيم عليه السلام بدعوته هو أباه آزر، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكان أبوه عابدا للأصنام صانعا لها، فدعاه إبراهيم عليه السلام إلى الحق بألطف عبارة وأحسن أسلوب، وبين له بطلان ما هو عليه من عبادة هذه الأوثان التي لا تسمع دعاء عابدها ولا تبصر مكانه ولا تنفع ولا تضر، فكيف تغني عنه شيئا أو تفعل به خيرا من رزق أو نصر. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فقد أخبر أباه أن الله عز وجل أعطاه العلم النافع والهدى الصالح وإن كان أصغر منه سنا. قال له: يا أبت اتبعني أهدك إلى خير دنياك وأخراك. واستمر إبراهيم عليه السلام يدعو أباه إلى الله عز وجل وتوحيده لا شريك له، فقال له: إنك عبدت هذه الأصنام يا أبتي، فتكون بذلك قد عبدت الشيطان الذي يأمرك بعبادتها، وأخاف عليك يا أبتي أن يمسك عذاب الله وسخطه. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فلما عرض عليه إبراهيم عليه السلام هذا الرشد وأهدى إليه النصيحة، أعرض أبوه عنها ولم يقبلها منه ولا أخذها، بل هدده وتوعده برجمه بالحجارة وطرده وأمره بهجره زمنا طويلا. قال: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. واستغفر إبراهيم عليه السلام لوالده كما وعده، وهو الذي لا يخلف وعده. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه،
كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. تبرأ منه إبراهيم سلام الله عليه. فعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم عليه السلام: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تبارك وتعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، وفي رواية: يتبرأ منه يومئذ. نعود إلى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما ذهب إلى قومه وأنكر عليهم عبادة الأوثان وحقرها وتنقصها وشأنها، فقال علنا: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. فما كان حجتهم إلا أن صنعوا كما صنع آباؤهم وأجدادهم وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والأصنام. فرد عليهم إبراهيم عليه السلام بالحكمة: قال: أتعبدون ما تنحتون؟ كيف تعبدون أصناما أنتم تنحتونها بأيديكم من الخشب والحجارة، وتصورونها بأنفسكم وتشكلونها على ما تريدون؟ وقال لهم: هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم، أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فقد سلموا له أنها لا تسمع داعيا ولا تنفع ولا تضر شيئا، وإنما الحامل لهم على عبادتها بئس ما فعلوا هو الاقتداء بأسلافهم وأجدادهم. فقال لهم إبراهيم عليه السلام: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فتبرأ إبراهيم عليه السلام من آلهتهم وتنقص منها واتخذها عدوا له، فقال لهم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فلو كانت تضر لضرته لما تنقصها وحقر من شأنها، فدل على أنها مجرد حجارة لا تضر ولا تنفع. قالوا: أجئتنا بالحق يا إبراهيم، أم أنت من اللاعبين؟ هل هذا الكلام الذي تقوله لنا وتتنقص به آلهتنا وتسفه آباءنا تقوله يا إبراهيم محقا جادا فيه أم لاعبا؟ قال إبراهيم عليه السلام: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وأنا على ذلكم من الشاهدين. بل أقول لكم ذلك يا قوم جادا محقا، لا هازئا ولا ساخرا، وإنما إلهكم الحق الله الذي لا إله إلا هو، هو ربكم ورب آبائكم ورب كل شيء، إنه فاطر السماوات والأرض، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأنا يا قوم على ذلكم من الشاهدين. ثم أقسم ليحطمن هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله بعد أن يولوا مدبرين إلى عيدهم، فقال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قيل إنه قال هذه المقالة خفية في نفسه، وقيل بل سمعه بعضهم، وكان لهم عيد كل عام يذهبون إليه في كل عام مرة إلى خارج البلاد وأطرافها، فدعاه أبوه آزر ليحضر هذا العيد معهم، فقال إبراهيم عليه السلام: إني سقيم. فلما خرجوا إلى عيدهم وانشغلوا بذلك وتركوا إبراهيم عليه السلام، فراغ إلى آلهتهم وأصنامهم وتماثيلهم، ذهب إليها مسرعا مستخفيا، فوجدها في بهو عظيم،
وقد وضعوا بين أيديها أنواعا من الأطعمة والأشربة قربانا لها، وكان ثمة صنم أكبر من غيره، فقال للأصنام هازئا بها متنقصا من شأنها، وهو يعلم أنها لا تتكلم ولا تنفع ولا تضر ولا تأكل، قال لها ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فكسرهم جميعا بقدوم كان في يده. وصف الله عز وجل هذا المشهد فقال تعالى فجعلهم جذاذا، أي حطم أصنامهم، فجعلهم حطاما، كسر الأصنام كلها إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، وعلق الفأس في يد أو على كتف أكبر تلك الأصنام، إشارة إلى أنه قد غار أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار. فلما رجعوا من عيدهم فرحين مسرورين بهتوا لما رأوا ما حل بمعبودهم، فأخذوا يبكون ويصرخون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. وهذا دليل على أنهم قليل عقل، فلو كانت آلهة حقا لدافعت عن نفسها من أرادها بسوء، فضلا عن أن تدافع عن غيرها ممن يعبدونها. لكنهم قالوا من جهلهم وقلة عقلهم وكثرة ضلالهم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. فرد عليهم بعضهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قد سمعنا فتى يذكر أصنامنا بالعيب والتنقص، ونظنه بل نتأكد أنه هو من كسرها. فقد تذكروا قول إبراهيم الخليل عليه السلام حين قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فأحضروا إبراهيم عليه السلام على ملأ من الناس ليشهدوا مقالته ويسمعون كلامه ويرون عقابه، وكان هذا أكبر مقاصد الخليل عليه السلام، أن يجتمع الناس كلهم فيقيموا الحجة عليهم على بطلان ما هم عليه من عبادة الأوثان. فلما اجتمعوا وجاءوا به كما ذكروا قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فأراد بقوله أن يعلموا بأنفسهم ويرجعوا إليها بأنها لا تنطق، ويعترفوا بأنها جماد لا تنفع ولا تضر ولا تنتصر، فضلا عن أن تنصر غيرها ممن يعبدونها. فرجعوا إلى أنفسهم في هذه اللحظة فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لقد علمت يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تنطق، فكيف تأمرنا بسؤالها؟ فعند ذلك قال لهم إبراهيم عليه السلام يا قومي أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ ألا تملكون يا قوم عقلا تميزون به بين الحق والباطل؟ فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فذهبوا يجمعون الحطب والحجارة من جميع الأماكن، ومكثوا مدة يجمعون ذلك الحطب حتى إن المرأة منهم كانت إذا مرضت تنذر لئن عوفيت لتحملن حطبا لحريق إبراهيم. ثم عمدوا إلى جوبة عظيمة فوضعوا فيها ذلك الحطب وأطلقوا فيه النيران، فتأججت والتهبت وعلاها شرر لم يرى مثله قط، حتى إن الطائر الذي يمر في السماء من فوقها كان يحرق من لهيبها. وجاء الناس من القرى والجبال والمدن ليشهدوا عقاب الذي حطم الأصنام والأوثان وتنقص آلهتهم واعترف بذلك، فأرادوا أن يلقوه في الحفرة فما استطاعوا الاقتراب من النار من شدتها. فوضعوا إبراهيم عليه السلام في كفة من جنيق، ثم أخذوا يقيدونه ويكتفونه وهو يقول لا إله إلا أنت سبحانك، لك الحمد ولك الملك لا شريك لك. وقيل إن سيدنا إبراهيم قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فوضعوا الخليل عليه السلام في كفة المنجنيق مقيدا مكتوفا، ثم ألقوه عليه السلام في النار، وحينها قال حسبنا الله ونعم الوكيل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: لما ألقي إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد، أعبدك. ثم جاءه جبريل وهو في الهواء قال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. قال: فاسأل ربك. قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. ويروى أن ملك المطر جعل يقول: متى أومر فأرسل المطر؟ فكان أمر الله عز وجل أسرع. قال الله تبارك وتعالى آمرا النار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولولا أن الله عز وجل برحمته وفضله قال للنار آمرا لها بردا وسلاما على إبراهيم لآذى إبراهيم عليه السلام بردها. وقيل إنه لم ينتفع أهل الأرض يومئذ بنار، رغم أن النار كانت موجودة، إلا أنها لم تكن تمارس وظيفتها في الإحراق. ولم يحرق من إبراهيم عليه السلام سوى وثاقه، وروي أن جبريل عليه السلام كان معه يمسح العرق عن وجهه، ولم يصبه منها شيء غيره، وصار إبراهيم عليه السلام حوله النار، وهو في روضة خضراء، والناس ينظرون إليه، لا يقدرون على الوصول إليه، ولا هو يخرج إليهم. حينها قال والد إبراهيم عليه السلام: نعم الرب ربك يا إبراهيم، وتلك خير كلمة قالها آزر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أحسن كلمة قالها أبو إبراهيم، إذ قال لما رأى ولده على تلك الحال: نعم الرب ربك يا إبراهيم. ونظرت أم إبراهيم إلى ابنها عليه السلام فنادته: يا بني، إني أريد أن أجيء إليك، فادع الله أن ينجيني من حر النار حولك. فقال: نعم. فأقبلت إليه لا يمسها شيء من حر النار، فلما وصلت إليه اعتنقته وقبلت، ثم عادت إلى قومها. وظلت النار مشتعلة فترة حتى ظنوا أنها لن تنطفئ أبدا. فقد مكث إبراهيم عليه السلام في النار 40 أو 50 يوما، وقيل غير ذلك. وروي أنه وصف تلك الأيام التي قضاها في النار فقال: ما كانت أياما وليالي أطيب عيشا إذ كنت فيها، ووددت أن عيشي وحياتي كلها مثل إذ كنت فيها. ولما انطفأت النار خرج إبراهيم عليه السلام إلى النار وهم خائفون لا يقتربون منه، فكانت وجوههم مسودة بدخان الحريق، ووجهه يتلألأ بالنور، وما آمن به حينها أحد إلا زوجه سارة وابن أخيه لوط عليهما السلام. وأرادوا به كيدا، فجعلهم الله عز وجل هم الأخسرين، فخسروا في هذه الدنيا. أما في الآخرة فإن نارهم لا تكون عليهم بردا ولا سلاما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ، فقال: اقتل الوزغ، فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم. بعد هذه الحادثة سمع النمرود بخبر هذا الفتى الذي يعبد إلها آخر، وقد حطم الأصنام وخرج من النار سالما دون أذى. فناداه إليه وقال: أتزعم أن لك ربا جديدا؟ فدعاه إبراهيم الخليل عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال النمرود متجبرا مستكبرا: أنا أحيي وأميت. وليثبت ذلك كذبا وزورا وبهتانا، أتى النمرود برجلين قد تحتم قتلهما، فأمر بإمرار القتل على أحدهما وتنفيذه، وعفى عن الآخر، فكأنه قد أحيا هذا وأمات الآخر في زعمه ووهمه وخياله. قال إبراهيم عليه السلام مسكتا له مبهتا له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فأبهت الله عز وجل الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه الشمس خلقها الله عز وجل، وهي مسخرة تطلع كل يوم من المشرق، كما سخرها خالقها ومسيرها، وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء. فإن كنت كما زعمت أيها النمرود من أنك الذي تحيي وتميت، فأت بهذه الشمس من المغرب، فإن الله عز وجل هو الذي يفعل ما يشاء ويقدر على كل شيء،
وجميعنا نعلم أنك لا تقدر على شيء من هذا، بل أنت أعجز وأضعف وأقل من أن تخلق بعوضة أو أن تنتصر منها. فلم يبق للنمرود كلام يجيب به الخليل عليه السلام، بل انقطع وسكت، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. قال زيد بن أسلم: بعث الله عز وجل إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بالله تعالى ويدعوه إلى توحيده وحده لا شريك له، فأبى النمرود عليه، ثم دعاه الثانية فأبى عليه، ثم دعاه الثالثة فأبى عليه، فقال: اجمع جموعك وأجمع جموعي. فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس، فأرسل الله عز وجل عليهم بقدرته وعظمته وجلاله ذبابا من البعوض بحيث حجبت عنهم عين الشمس، وسلط الله عز وجل عليهم ذلك الذباب فأكل لحومهم ودماءهم وتركهم عظاما بالية، ودخلت واحدة منها في أنف النمرود فمكثت في رأسه 400 عام، كانت كلها في العذاب والذل والهوان، وهي نفس المدة التي حكم بها قبل ذلك، فعذبه الله تعالى في مثلها، فكان يضرب رأسه بالمطارق والنعال في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله، فمات من كثرة الضرب. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. سلام على إبراهيم عليه السلام. والآن اشترك في قناة نفحة وشاهد هذا الفيديو الذي يظهر أمامك الآن.